بعد حصولهم على المركز الثالث في مسابقة شركة هواوي 2017 لمهارات تقنية المعلومات والاتصالات، يغادر فريق بحريني من طلبة جامعة البحرين إلى جمهورية الصين الشعبية لمنافسة شباب العالم آملين حصد المراكز المتقدمة. عقول إلكترونية استطاعت أن تحصد المراكز الأولى في مسابقة شركة هواوي 2017 لمهارات تقنية المعلومات والاتصالات التي شارك فيها طلبة الجامعات التقنية في منطقة الشرق الأوسط، وها هي اليوم تنافس شباب العالم على مراكز الصدارة في جمهورية الصين الشعبية. مسابقة هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات هي مسابقة عالمية تهدف إلى قياس قدرة الطالب إلى تشغيل أفضل الشبكات بأقل سعر وأكثر فعالية. فإحنا في المرحلة الأولى على مستوى الشرق الأوسط تقريبا 12,000 متقدم في الجائزة من الشرق الأوسط من أصل 121 جامعة من 10 دول. فطلبتنا من جامعة البحرين أحرزوا المركز الثالث، فهذا شيء موضوع يشرفنا وشهادة أن طلبتنا عندهم الإمكانية أنهم ينافسون على مستوى العالم. مسابقة إلكترونية متخصصة تبحث عن مكامن الإبداع لدى الطلبة لتبرز المواهب البحرينية الواعدة في تقنية المعلومات والاتصالات والعمل على تنميتها وإعدادها بما يناسب أحدث العلوم التقنية وآخر مستجدات عالم التكنولوجيا. دراستي بالجامعة قدرت أشارك في مسابقة هواوي، فزنا في المرحلة الأولى المركز الثالث، كان مستوى الشرق الأوسط فقط، والحين بنروح الصين مرة ثانية عشان نتسابق على مستوى العالم وإن شاء الله نفوز. نبرمج شبكات الإنترنت من خلال استخدام بعض الأجهزة مثل الراوترز، نبرمجهم عشان نسوي شبكة إنترنت تكون مطلوبة في خلال أسئلة، يعني معلومات نمشي عليها تعليمات ونبرمج الشبكة. المسابقة عبارة عن مسابقة عالمية منظمتها هواوي، فيها نبرمج الأجهزة في الشبكة ونتنافس مع دول أخرى وأفريقيا ثانية. في البحرين وصلنا ذاتنا في المركز الأول، بعدين رحنا المسابقة في المستوى الخليج حصلنا المرتبة الثالثة، وإن شاء الله حين في المستوى العالمي نكون نرفع رأس البحرين. الشراكة المجتمعية دعمت وشجعت القدرات الشبابية لتطلق العنان لأفكارهم الخلاقة لكي ينضوا قدما في عالم التكنولوجيا. هواوي تقنية المعلومات كانت في البداية مفتوحة حق اللي هو جامعات في مملكة البحرين، واللي وصلوا حق المرحلة النهائية اللي هو 3 طلاب من جامعة البحرين. أول شيء نافسوا في الصين على مستوى الشرق الأوسط وخذوا المركز الثالث على مستوى الشرق الأوسط في الصين، والحين المرحلة الثانية بينافسون بشكل عام على المستوى العالمي بعد نفس الشيء في الصين في مسابقة تقنية المعلومات، وإن شاء الله يعني وصلوا لمراكز جدا عالية. تجمع عالمي يتنافس فيه شباب العالم لبلوغ منصات التتويج وحضور مواهب بحرينية مبدعة، يؤكد أن الروح التنافسية لدى شباب البحرين أوصلتهم للمحافل الدولية. لطالما أكد شباب البحرين على أنهم قادرون على منافسة شباب العالم في مختلف المحافل والمسابقات الدولية، وها هم يغادرون البحرين إلى الصين لتمثيل البحرين في مسابقة هواوي العالمية.